عودي معكم للمتابعة عالم الصباح. طبعا ما تنسوا انه مثل ما حكينا اليوم يجب تقبل الاخر، وحتى انطلاقا من نص دين بيتنا. ديكو ديزاين هالفقرة اللي بتشوفوها كل يوم سبت مثل هالوقت، تحكي عن البيوت جو بيخبرنا كل مرة عن قصص جديدة وديزاينز جديد ببيوتكم، حتى انتم فيكم تشتغلوا عليها يمكن ببعض الحالات وتغيروا هيك ليكون الجو دائما ملائم لكم، لانه أزبط شيء الواحد يكون بيته مرتاح اللي عايش فيه ليقدر يكمل نهاره بشكل حلو ويرجع من شغله ويرتاح. اليوم رح نحكي بتصور عن الحيطان وكيف ممكن بالبيت نستعملها، شو نعمل فيها، شو الديزاينز اللي ممكن تكون عليها. بديكو ديزاين مع جو شكر. أعزائي المشاهدين صباح الخير. نحن اليوم عنا موضوع كتير انترستينج وكتير رح يهم يكون أمره، لأنه كتير أوقات منوصل لمطرح أنه نحن عنا شيلفز، عنا مطرح ما نحط عليه أغراض وما بنعرف كيف نرتبهم. رح نشتغل بطريقة كتير مهضومة وعملية وتكون بنفس الوقت بلكي تفيدكم بشي مطرح من المطارح. وهلأ طبعا اللي بدي أحكي فيه هو ما بينطبق على كل الانواع الوليونات او البيبليوتكات اللي نحن رح اللي موجوده، بس على القليله بيعطي فكره عن بعض القصص، بعض الاليمنتس اللي لازم نحطهم، كيف نغني مطرح فاضي وكيف نتركه فاضي لحتى يضل غني كمان، لانه مش دائما الاتجار الفاضيه بشعه. يعني اوقات في كتير محلات ما لازم كتير نعبي لحتى ما نلغي من أهمية القطعة اللي عم نحطها. نحن بهيدا القطعة اللي حاطين اللي عاملينها بلوتو الشيلز منشوف بوكسز مفتوحة، وهيدول البوكسز اللي موجودين هن اللي رح يكونوا إليمنت تبع الوول يونت. يعني نحن في محلات مفتوحة منشوفها هون معموله بطريقه معموله بماتيريال شوي فيها كومبينيشن مع الخشب واللي هي النحاس المات، واكيد البوكسز كله مضوى من قلبه لحتى يعطي فاليو للاليمنت اللي موجود. وبنفس الوقت البوكسز المسكرين هدول استغليناهم لحتى نقدر نحط فيهم اشياء تانية. هلا هيدا الاليمنت سبيسيال منشوف كيف بدنا نعبي هيدا الاليمنت ببعض الاغراض المهضومه وكيف ممكن يصير من بعد ما يتعبى. هلا رح نشوف كيف رح نرتب البيبليوتيك تبعنا. طبعا نقينا بعض الاغراض لحتى نعمل اتلاج مهضوم وحلو. بهيدي الساعة رح نبلش بالوقت تبعنا. الوقت منه مهم كتير طبعا، لانه اوقات كتير بيكون عندنا اغراض نحن بهمنا امرهم او اغراض نحن بيعنولنا، فمنحب نستعين فيهم ونستعملهم ونحطهم بهيك مطرح. رح نشتغل بهيدي الاليمان اللي نحن فوق. رح نحط هيدي الساعة اللي حطيناها فوق. شوية كتب حد منا ما بيطلعوا عطلين، بيعطوا شوية جو مهضوم. وبنفس الوقت فينا نحط لون touch of color مع هيدا الكومبينيشن الرائقة هون، وهالشي بيعطي شوية جمال وبيعطي هيك نيوانس حلوة كتير مهضومة. هلا الكتاب دايما له محله باليونت، لانه الكتاب دايما بيعطي هيك كاركتير، بيعطي وجود، بيعطي حضور لأهل البيت، وخصوصا اذا كتاب له معنى انه بيعني لهم شيء او بيكتبوا او بيقروا فيه او بيعني لهم بشي مطرح. هلا مش دايما القياسات تزبط، يعني يمكن بدنا هلا بدنا نشوف ما نجرب نلاقي الاشياء اللي بتزبط مع بعض. وهيك بشكل مهضوم وناعم رتبنا اول وحده. رح نجرب نحط شيء
يكون شوي متناسقة ألوانه مع بعض، لأنه مثل ما لاحظنا هون فوتنا الأحمر مع هيدي الكومبينيشن، وبنفس الوقت في أسود وأبيض فيها. بالطبع أنا يعني هي اختبار شخصي بيبقى أوقات، يعني أنا اللي عم بعمله هلأ في كل واحد يكون عنده رأي مختلف، بس أنا عم ساعد، يعني عم بعطي فكرة بالشغلة، حطيتهم هلأ وشلتهم، بس مش بوينت غلط فيه، بس هي الفكرة أوقات بيعدل الواحد. وأنتوا ببيتكم وقت اللي بتحطوا أغراض أوقات كتير بيطلع عبالكم تشيلوا أشياء وتحطوا أشياء لحتى تبين الشغلة ديفرنت أو شيء جديد دايما، يعني مش دايما منحط الشغلة وخلص نتكمش فيها وما منعود نحركها من مطرحها. شغلة كتير مهمة أنه واحد يضل عنده هال شو بقولوا هالتجديد دايما، يعني ضل عنده الأشياء المهضومة والأشياء الحلوة والجديدة. لكن رح أحط هلأ رح جرب حط هيدول فوق، هيدول كمان بلاك أند وايت، يعني عم بحس أنه ماشي هون بالأموجينيتي البلاك أند وايت وعم فوت تاتش أوف كولر، يعني التاتش اللي فاتت عندي هي حمراء فيها تكون غير أحمر، بس اكيد كل بيت بيتناسق مع الوانه. بالطبع هلا بالطبع مثل ما مبين هون الالوان عم بيعطي اللايتنج عم بيعطي رفلي مختلف عنا بالحقيقه، منه هو الحلوين يجوا حد بعض لانه الكومبينيشن تبعيتهم، يعني مثلا ليه حطيتهم هيك مش هيك، انه مش لانه شيء بس لانه هي فكره انه يكون عندي الإليمان مثل ما هو معمول، يعني يكون عندي aligned. هلا في يركب هيك إذا عباله الواحد يحطه هيك، في يحطه هيك، بس أنا بحبه هيك. وتاتش personal touch، فينا نحط فريم صورة لقلنا هون بقلب هيدا الكلب. رح نحط بعض الاشياء نكون شوي فيها هوموجينيتي، لانه هونيك حطينا اشياء جابانيز وهلا ما نفوت اشياء تشاينيز. هلا الفكره من كل غرض لازم يكون كتير بيرسونال ريلي، لانه هالمطرح هيدا غير انه حلو لازم يكون يشبهنا. الشغله المهمه بالبيت تكون موجوده هو الكتاب، طبعا ما في حدا منا ما عنده كتب ببيته، وحلو يشوفهم كمان بشكل حلو ومهضوم. بالنسبة لباقي الاشياء اللي نقيناها في هيدي القطعة حلوة تركب هون، هلأ جاي عاطي اخدي الشيب تبع عاملة مثل كأنه في بكادر محطوطة، فينا نحط إليمان مهضوم يكون سينيفيكاتيف كمان. بنفس الوقت مش غلط نفوت شيء يكون شوي رستيك قديم، مثل ما فوتنا تشاينيز ومثل ما فوتنا جابانيز ولاليك، فينا نفوت شيء كمان يكون يعطي شوي من القديم، يمكن يكون اخدينه من عن بيت جدنا، شغلة حلوة كتير كمان. جاري بحطه هون كمان بيجمع البانتير مع هيدا الإليمان. وبالنسبة لفوق رح حط هول القطع اللي هن من النحاس، كمان شوي بيعطوا رابيل للبيبليوتيك والخشب تبعنا اللي هو مزيج من وود ونحاس. وبحبتين فواكه بنقدر نختم اليونت اللي عبيناها من الأول للآخر، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا شو عملنا. وطبعا أنا بقلكم شغلة تبس صغير كتير مهم اللي عم بتحطوه يعني لكم أهم شيء، وتنبسطوا فيه وانجوي. Thank you.
ثانك يو جو، بنشوفك السبت الجاي بنفس الموعد طبعا مع ديكو ديزاين وموضوع جديد ممكن له علاقه ببيوتنا، وهيك صرنا نعرف كيف نرتب البيبليوتيك عندنا بالبيت بطريقه خلي فيه فينا نغير فيها ساعه اللي بدنا. نحن وياكم رح ناخذ بريك ومن بعدها بنعود للمتابعه. طبعا يوم السبت مثل هالوقت مع مين نلتقي؟ مع التكنولوجيا وعامر واي نو.